السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساء بكم يطيب واللقاء بكم يتجدد في حلقة جديدة من برنامج حوار المساء. حوارنا في هذا المساء عن ذكرى إحراق المسجد الأقصى. نحاور ضيفي الأستاذ محمود الشجراوي، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج والمدير التنفيذي لمنظمة أميال من الابتسامات. حياك الله أستاذ محمود. حياك الله فيك. نبدأ حوارنا بعد متابعة هذا التقرير، نتابع. أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. تمر ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى، وما تزال الجريمة الصهيونية تحفر في الأذهان ذكرى أليمة في تاريخ الأمة المثخن بالجراح. هي محطة ظلام كبيرة ووصمة عار لا تغسلها سوى جحافل التحرير المنتظرة لبيت المقدس. ففي 21 أغسطس عام 1969 قام الإرهابي اليهودي الأسترالي دينيس مايكل وبدعم من العصابات اليهودية المغتصبة للقدس بإحراق المسجد الأقصى المبارك في جريمة تعتبر من أكثر الجرائم إيلاما بحق الأمة وبحق مقدساتها. المجرم الأسترالي دينيس مايكل قام بإشعال النيران في المسجد الأقصى، فأتت ألسنة اللهب المتصاعدة على أثاث المسجد المبارك وجدرانه ومنبر صلاح الدين الأيوبي، ذلك المنبر التاريخي الذي أعده القائد صلاح الدين لإلقاء خطبة من فوقه لدى انتصاره وتحريره لبيت المقدس. كما أتت النيران الملتهبة في ذلك الوقت على مسجد عمر بن الخطاب ومحراب زكريا ومقام 43 أروقة ممتدة من الجنوب شمالا داخل المسجد الأقصى. وبلغت المساحة المحترقة من المسجد الأقصى أكثر من ثلث مساحته الإجمالية، حيث احترق ما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية والبالغ 4400 متر مربع. وأحدثت النيران ضررا كبيرا في بناء المسجد الأقصى المبارك وأعمدته وأقواسه وزخرفته القديمة. وقد كانت جريمة إحراق المسجد الأقصى من أبشع الاعتداءات بحق الحرم القدسي الشريف، كما كانت خطوة يهودية فعلية في طريق بناء الهيكل اليهودي المزعوم مكان المسجد الأقصى. وكانت الكارثة الحقيقية والصدمة التي أعقبت هذا الاعتداء الآثم أن قامت محاكم الكيان الصهيوني بتبرئة ساحة المجرم الأسترالي بحجة أنه مجنون، ثم أطلقت سراحه دون أن ينال أي عقوبة أو حتى إدانة. أستاذ عبد الحميد، أستاذ محمود، 21 أغسطس عام 1969، ما أهمية أن نستذكر هذا التاريخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وعلى الحديث عن بيت المقدس والقدس والمسجد الأقصى المبارك يثير شجون كل محب للمسجد الأقصى المبارك. دعني قبل أن نبدأ هذا اللقاء أن أقدم لك هدية، وإن شاء الله يكون مثلها لكل عامل في هذه القناة، أبدأها بك، وهو زيت من داخل بيت المقدس. إن شاء الله، أحسن الله إليك. هذا زيت من داخل بيت المقدس، إن شاء الله أهديه لك، إن شاء الله يبقى ذكرى وتتذكر فيها المسجد الأقصى وبيت المقدس. شكرا، بارك الله فيك. الله يرضى عنك. أما 21/8/1969، هذا التاريخ المؤلم حقيقة على قلوب المسلمين، إن كان من فائدة لتذكر هذا التاريخ ليكون يوما نتذكر فيه أقصانا، بوابة السماء، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انشغلت الأمة بقضاياها الداخلية عنه حتى بات وحيدا بين براثن اليهود يفعلون به ما شاءوا. إن بعض الجرائم التي تنفذ الآن في كل يوم في المسجد الأقصى
كانت في السابق مثلها تخرج له المظاهرات وتقف له عواصم الدول العربية من أقصاها إلى أقصاها حماية لأقصاها، لكن الآن أصبحت المشاكل الداخلية تشغل الأمة، فلعل استذكارنا لهذا التاريخ يكون فرصة أن نستذكر أن ما زالت قبلتنا الأولى محتلة وما زالت كعبتنا الأولى كذلك محتلة. نعم، 21 أغسطس نستذكر ذكرى حريق المسجد الأقصى، أم محرقة الكيماوي في غوطة دمشق، أم أن ذكرى مجزرة رابعة يعني كانت قبل حوالي أسبوع من الآن؟ هل ذكرى مثلا مجزرة رابعة ستشغلنا أو ستشغلنا عن هذه وتلك؟ الحقيقة لا يستطيع مسلم أن يرضى أو أن يماثل بين حريق المسجد الأقصى وبين حريق المسلمين. حريق أي إنسان مسلم هو أعظم عند الله من حريق المسجد الأقصى المبارك. نعم. وإن كان للمسجد الأقصى رمزية الأمة، ولكن نحن نتألم لكل دم أهريق ولكل بشر أحرق، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلهم في الصالحين، وأن يجعل دمهم لعنة على الظالمين، وأن يجعله إن شاء الله نورا على من بقي من هذه الأمة، ينير لهم طريق تحرير المحروق الأول المسجد الأقصى المبارك. نعم. لكن أخي، دماء المسلمين، دماء أي طفل أحرق في الغوطة، أو دماء أي أخ من إخواننا الذين قتلوا وأحرقوا وجرفت جثثهم في رابعة، دماء أي واحد منهم هي أغلى عند الله من المسجد الأقصى المبارك، هذا بلا شك. نعم. نريد منك لمحة تاريخية عن إحراق المسجد الأقصى. أخي، المسجد الأقصى المبارك دخلته قوات الاحتلال الصهيوني يوم 7/6/67، قبل الإحراق بعامين وشهرين. ومنذ ذلك التاريخ المشؤوم، من يوم 7/6/67 ووتيرة التهويد والتهديد لأقصانا وقبلتنا الأولى في تسارع، واليهود والصهاينة لا يعني يوفرون جهدا ولا يألون جهدا في إيجاد أي فرصة لتدمير المسجد الأقصى المبارك، ولولا أن الله يا ربي لك الحمد قيض للمسجد الأقصى أولئك المرابطين الذين يدافعون عنه بسطورهم العارية، وأخواتنا المرابطات التي يعني فرصة أن أقدم لهن ولإخواننا المرابطين تحية إكبار وإجلال للجهود الضخمة التي يعني يقدمونها لأجل المسجد الأقصى نيابة عن الأمة. يعني هؤلاء المرابطين الذين يرابطون في داخل المسجد الأقصى هم لا يرابطون عن أنفسهم فقط، هم يرابطون عن الأمة، لأن هذا المسجد ليس فقط لأهل البيت المقدس أو أهل الضفة 350,000 فلسطيني، ولا أهل فلسطينيين الداخل 1.5 مليون، ولا أهل غزة 2 مليون، ولا أهل الدول العربية التي يكاد يصل إلى 400 مليون، بل هي لكل المسلمين. نعم. الذين زاد تعدادهم عن 1.5 مليار. هؤلاء المرابطين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عنه بدمائهم وأرواحهم يقومون بواجب الأمة، يقومون بهذا نيابة عن الأمة. نعم. نريد لمحة تاريخية، أعيد عليك طرح. نعم. نفس السؤال عن ذكرى الإحراق أو عن إحراق المسجد. نعم. الآن المؤامرات على المسجد الأقصى كثيرة ولا تكاد تنتهي، لكن حادثة الإحراق أخي في يوم 21/8/69 كما سمعنا في التقرير، أدين مايكل دونسروهان وهو من أصل أسترالي وهو صليبي متصهين، ليس يهودي، هو صليبي متصهين أخي الكريم. نعم. اتهم بإحراق المسجد الأقصى المبارك، لكن هذه المعلومة غير دقيقة. هل هو كان قادر يعني لوحده أن يحرق المسجد؟ أخي، المسجد أحرق في 22 نقطة في وقت واحد. يعني لو كان الرجل مرتاحا ووفرت له كل وسائل الإحراق لا يستطيع أن يبدأ 22 حريق في نفس الموضع في نفس الوقت. نعم. الدلائل تقول أن هنالك جهد مبيت بعدد كبير من الأشخاص هم الذين قاموا بهذا، ولكن الكيان الصهيوني حتى يعني يستطيع أن يخرج قضية الإحراق لفق التهمة لشخص واحد من هذه المجموعة اللي هو مايكل دينيس روهان، ثم أخرج من السجن بعد 6 أشهر بتهمة الجنون، وأرسل إلى بلده أستراليا سليما معافى. نعم. لم يحاكم حتى، ولم يقاضى. نعم. ولم يحكم ولا بشيء أطلاقا. هل كثيرة هي الأجزاء التي تضررت جراء الإحراق؟
في التقرير ذكر التقرير أن الذي أحرق هو المسجد الأقصى المبارك. أنا أحب أن أذكر أن الذي أحرق هو المسجد القبلي وهو الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك وهو أحد الأجزاء المسقوفة، وهو ليس المسجد الأقصى وإن كان عرف عند الناس اصطلاحا بالمسجد الأقصى المبارك. نعم. لكن أنا بتمنى أخونا المخرج لو يعيد لنا الصورة حتى يفهم المشاهدين أن الذي أحرق هو جزء وهو المسجد القبلي الذي يمثل الوسط من الجهة القبلية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. نعم. المسجد الأقصى هو كل ما دار حوله سور بمساحة 144 ألف متر مربع، أما الجزء الذي أحرق فهو المسجد القبلي لمساحته فقط 4400 متر. الجزء الذي أحرق منه هو ثلث هذا المبنى، ثلاث أروقة من سبعة أروقة، وأحرق مسجد عمر ومقام الأربعين ومحراب زكريا، وهذه كلها في الجهة الشرقية، محراب زكريا وأيضا منبر صلاح الدين. منبر صلاح الدين في صدر المسجد. نعم. وهو المنبر الذي كان يقف عليه خطيب الجمعة بجوار محراب المسجد الأقصى المبارك. هذه المنطقة تضررت كثيرا، ومنطقة القبة كذلك، قبة القبة الرصاصية للمسجد القبلي أيضا تضررت، والجهة الشرقية اللي بتحوي مسجد عمر الخطاب ومحراب زكريا ومكان مريم. نعم. كذلك ومقام الأربعين. منبر صلاح الدين هو الذي أمر بإنشائه نور الدين زنكي. نعم. وهو يعتبر رمز للنصر وللتحرير. صحيح. من الصليبيين بعد أن ظلت في احتلال الصليبيين 90 سنة. صحيح. هو هذا المنبر له قصة جميلة، أحرقه الصهاينة، أحرق الله قلوبهم. حقيقة يا إخواننا، أنا حين نتكلم عن إحراق المسجد، يعني حين نقول أن الصهاينة أحرقوا بيت الله، ليتخيل أي واحد منا أن الصهاينة أحرقوا بيته، وينبغي أن يكون ألمنا لبيت الله أعظم من ألمنا لبيوتنا الخاصة. أما منبر نور الدين، فنور الدين أخي الحبيب كان يرى في كل ليلة في المنام أنه هو القائد الجيش الذي يحرر بيت المقدس من الصليبيين، فبنى هذا المنبر قبل التحرير 20 سنة. بني هذا المنبر في عام 1163 ميلادي، تمام، 563 60. نعم، 1167 ميلادي، 563 هجري. نعم. بني في مدينة حلب، أصلا يفرج عن حلب. آمين. وبنى نور الدين ثلاثة منابر توأم، أحدها ما زال موجودا حتى يومنا هذا في المسجد الإبراهيمي أو في حرم الإبراهيمي في الخليل، والثاني وضع في المسجد الأموي في حلب، أحرق قبل عام حين قصفه بشار الأسد بالدبابات، أسأل الله أن يجازيه بما هو أهله، حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. وأما المنبر الثالث الذي نتحدث عنه الذي بقي في حلب 20 سنة ينتظر الفتح، فلما فتح الله على صلاح الدين أراد أن يبني منبرا، فقيل له لقد بناه نور الدين وما زال في حلب، أمر بإحضاره، وكانت أول جمعة يعني يوم 29 رجب عام 583 يصلى فيها على هذا المنبر. ونور الدين كان ميتا آنذاك. كان، نعم، مات قبل الفتح، لكنه كان يرى في المنام في كل ليلة أنه هو قائد الجيش، لذلك بنى المنبر قبل 20 سنة من الفتح. نعم. واحتراما وإكراما له أمر صلاح الدين أن يؤتى بهذا المنبر ويوضع في صدر المسجد. الآن قامت الأوقاف الأردنية ببناء منبر مماثل تماما لمنبر نور الدين، استغرق بناء سنوات طويلة، ووضع في مكان المنبر المحروق، أحرق المنبر الأصلي عام 69، ووضع المنبر الجديد في شهر شباط عام 2002، وضع في مكانه منبر مطابق له مكون من 6500 قطعة خشبية من خشب الأرز، وحتى أن النجارين الذين قاموا به من إندونيسيا، يعني ليسوا عربا. نعم. هل من تداعيات ردود أفعال حصلت بعد حادثة إحراق المسجد؟ أخي طبعا الأمة كانت ما زالت في ذلك الوقت ما زالت بخير، ما زالت تعرف قيمة أقصاها، وما زالت تثور لأقصاها وتهتم لأقصاها، فقامت المظاهرات في كل بلاد الدنيا، حتى أن جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني لها كلمة عجيبة تقول: في الليلة التي أحرقنا المسجد الأقصى المبارك، في تلك الليلة أنا لم أنم، لم تنم، رئيسة وزراء الكيان الصهيوني جولدا مائير، كانت تظن أن الأمة العربية والأمة الإسلامية سيتداعون ويهجمون لتخليص المسجد الأقصى من براثن اليهود. قالت: فلما أصبح الصباح ولم نسمع إلا رسائل الشجب والاستنكار، عرفنا أننا أمام أمة نائمة، أسأل الله أن تستيقظ هذه الأمة.
هم أصلا لم يستيقظوا من صدمة السابع أو الخامس من حزيران 67 بعد أن احتلت سيناء والجولان والضفة الشرقية وغزة في أقل من 6 أيام. نعم هم لم يستيقظوا، لكن أخي إحراق المسجد الأقصى، المسجد الأقصى أخي رمز للأمة. يعني حين تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. حين نقول أن الله ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ماذا تتوقع أن تكون ردة فعل الناس؟ أنا أوجه هذا السؤال لكل مشاهد، ما هي ردة فعلك أيها المشاهد إذا علمت أن عدوا يتربص بالكعبة المشرفة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن قدسية المسجد الأقصى لا تقل عن قدسية الكعبة المشرفة، لأن هي كعبتنا الأولى وهي قبلة الأنبياء، وهي المكان الوحيد الذي ارتضاه رب العالمين ليكون المكان الذي يبايع فيه الأنبياء ويصلوا خلف نبينا مسلمين. نعم، أظن ردة الفعل الوحيدة هي إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي. نعم. التي أنشأها الملك فيصل في ذلك الوقت عام. نعم. عام 69. هذا الكلام صحيح أخي. منظمة المؤتمر الإسلامي أيضا كان نتيجة إحراق المسجد الأقصى عام 69، أيضا أن منظمة المؤتمر العسكري الإسلامي وجامعة الدول العربية اعترفت بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. والحقيقة وإن كان هذا ليس مكانه، لكنني أنا أستغرب هذا التعبير، إيش يعني ممثل شرعي ووحيد؟ لأنهم يعرفون أنه قد يأتي يوم يرفض هذا الشعب الحر الثائر أن يكون من يمثله يقبل أن يفاوض العدو وأن يجعل المسجد الأقصى على طاولة المفاوضات. نعم، كيف كانت ردة فعل الكيان الصهيوني آنذاك؟ الحقيقة أنا كما ذكرت لك أن جولدا مير في تلك الليلة لم تنم، ويمكن أن تقيس على هذا كل المجرمين الصهاينة. هم كانوا يظنون أن هذه الأمة بخير، لكن إحراق المسجد الأقصى لم يتعدى مظاهرات استذكار لهذه الذكرى في مثل هذه الأيام. نتذكر ونتباكى قليلا عن المسجد الأقصى المبارك، نتألم قليلا عن المسجد الأقصى المبارك، لكن أنا أدعو الأهل في كل مكان من هذه البسيطة وعلى هذا الكوكب أن يكون لكل واحد منهم أن يسأل نفسه سؤالا، ماذا قدمت أنا لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا يمكنني أنا أن أقدم لتحرير هذا المسجد الأقصى المبارك؟ نعم. سواء من معلومات ونشر هذه المعلومات، أو حتى أن نجهد بالمال وأن نعد أنفسنا على الأقل، نحدث نعم. أنفسنا يوما لأن نكون في جيش تحرير المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله. نعم أستاذ محمود، اسمح لي أن أخرج لفاصل قصير. إذا مشاهدي الكرام، فاصل قصير تواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. استجابة منا لطلبات قطاعات مقدرة من متابعينا، ورغبة منا في الوصول إلى جميع مشاهدينا في ربوع الوطن العربي، نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأقمار التالية: عربسات بدر على التردد 10810 أفقي، نايلسات على التردد 10727 أفقي. ويمكنكم مشاهدة البث الحي على الموقع الإلكتروني www.tanasuh.tv، وكذلك نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأثير 102.1 FM. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. أستاذ محمود، اليوم وبعد 46 عاما من حادثة الإحراق، هل يزال الإحراق مستمرا؟ نعم. كيف؟ نعم أخي، نعم نعم. ما هي مظاهر هذا الإحراق؟ المسجد الأقصى بدأ إحراقه من يوم 7/6/67، لم يبدأ إحراق المسجد الأقصى من يوم 21/8/69. بدأ إحراق المسجد الأقصى في اليوم الذي قبلت العواصم العربية أن تعلن سقوط القدس. ما سقطت القدس بل سقطوهم. نعم. منذ ذلك اليوم بدأ إحراق المسجد الأقصى، وما زال إحراق المسجد الأقصى مستمرا حتى يومنا هذا. ما هي مظاهر الإحراق الآن؟ مظاهر الإحراق أخي قد لا تكون بالنار والدخان،
لكن الصهاينة لم يفتأوا أخي ولم يتوقفوا عن تهويد محيط المسجد الأقصى المبارك، لم يتوقفوا أبدا عن حفر الأنفاق والحفريات تحت أصول وأساسات المسجد الأقصى المبارك، لم يتوقفوا أبدا من اقتحامه. كان في عام 2000 حين دخل الهالك النافق شارون، حين دخل إلى المسجد الأقصى قامت الأمة بانتفاضة الأقصى، وقام أهلنا في فلسطين بانتفاضة الأقصى التي استمرت سنين طويلة. الآن السلطة الفلسطينية تقول أنه ما في انتفاضة ثالثة، رغم أن اقتحامات الصهاينة الآن ليست بالأسبوع ولا بالشهر، اقتحامات المسجد الأقصى يوميا أخي الكريم، يوميا يقتحم قطعان المستوطنين إلى داخل المسجد الأقصى، بل تجرأ بعض جنود الصهاينة أن يدخلوا إلى داخل المسجد المسقوف المسجد القبلي بأحذيتهم، وأن يطاردوا المصلين والمرابطين بقنابل الغاز والدخان إلى داخل المسجد. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. فحين نقول أن الإحراق ما زال موجودا، نعم إحراق المسجد الأقصى ما زال مستمرا، لن يطفئه إلا دماء المسلمين الذين يعني يسعون ويحرصون على تحرير قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسرى حبيبهم صلى الله عليه وسلم. إذن هناك تهويد للمكان وللإنسان أيضا. هنالك تهويد للمكان والزمان والإنسان. نعم. على سبيل المثال الحصر، هدم قرية سعوة وقرار هدم قريتي أم الحيران في النقب وسوسة في الخليل، هذا التهجير القسري ما الهدف منه؟ الحقيقة أنت قاعد تبعد قليل عن القدس، وإن كان المعركة واحدة، لكن دعنا نتكلم عن التهويد في داخل القدس، عملية وجود الجدار العازل الآن في داخل القدس، عملية منع أهل سلوان الذين لا يبعدون مئات الأمتار فقط عن المسجد الأقصى المبارك، يمنعون من الصلاة. لكن هذا الهدم وهذا التهجير هذا لا شك أنه من تهويد القدس. أكيد ما في شك أخي. كل حدث يحدث في داخل فلسطين اعلم أن له صلة في المسجد الأقصى المبارك، لأن الصهاينة يقولون لا معنى لإسرائيل بدون أورشليم، ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل، هكذا يقولون. نعم. ونحن نقول لهم لا معنى لهذا الكوكب بدون فلسطين، ولا معنى لفلسطين بدون المسجد الأقصى المبارك. كل حدث يحدث في فلسطين اعلم أن له صلة بتهويد المسجد الأقصى المبارك. أنا بس حاب أوضح كلمة تهويد لعل يكون بعض الإخوة المشاهدين لا يعرفون معنى كلمة تهويد. التهويد هنا نعني به تغيير الهوية الإسلامية والعربية، يعني السائح أو الزائر الذي يدخل إلى داخل القدس الآن أصبح لا يرى المسجد الأقصى إلا حين يصل إليه من علو المستوطنات المحيطة به على كل الجبال المستوطنات، لا يرى المسجد الأقصى إلا حين يدخله، وحين يمشي في أزقة القدس القديمة يرى الأعلام، أعلام الكيان الصهيوني ترفرف فوق كل الأبنية التي يسيطرون عليها، ويرى نجمة داود المصطنعة التي يزعمون أنها لهم وهي ليست من علاماتهم، هم الآن أصبحت تعد لليهود، هذه النجمة السداسية المظلومة الآن موجودة على كثير من الأبنية، بل قاموا بنزع كثير من حجارة الأرصفة وأعادوا تبليطها وتشكيلها على أن توجد في داخلها هذه النجمة السداسية، ليقولوا أن لهم تاريخ في البقعة. يعني التزوير لم التهويد والتزوير لم يقف فقط عند حدود الأبنية، بل حتى الأرصفة والمكان والخرائط غيرت أسماء الطرق والشوارع إلى أيضا أسماء صهيونية ترتبط بالعقيدة الصهيونية، ومنع أهلنا من داخل القدس ومن داخل الضفة الغربية، هنالك كثير من أهلنا يعيشون على بعد كيلومترات بسيطة من المسجد الأقصى المبارك يمنعون من الصلاة فيه، بل إن بعض المرابطين الذين يحمون المسجد الأقصى، ويمكن أن نذكر بعض الأسماء أخي الحبيب، عقابهم إما يكون السجن أو الإبعاد عن المسجد الأقصى. تخيل أنه هذا أصبح عقوبة عند الصهاينة، لأنه يعرف كم يؤثر هذا على المقدسي. الحكم إبعاد 40 يوم، الحكم إبعاد شهرين. إيش يعني إبعاد؟ يعني يمنع من دخول المسجد الأقصى لمدة شهرين. فأسماء موثقة لدى الأبواب، ولا يوجد باب من الأبواب التسعة المفتوحة إلا وهو محروس من جنود الاحتلال، يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا. ألا يكفي هذا أن تتحرك الأمة لتعلم أن أقصاها يداس ببساطير الصهاينة والمحتلين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. من مظاهر الإحراق تزوير التاريخ والجغرافيا، الأنفاق، الحفريات، كنيس الخراب. نعم. حدثنا عن هذا. فيما يخص أخي كنيس الخراب الذي بني العام الماضي أو أعلن عن إتمامه في العام الماضي، هو كنيس مجاور للمسجد الأقصى المبارك،
وقد تعمد المهندسون أن يجعلون بناءه أعلى من قبة الصخرة، البناء المطل على المسجد الأقصى أعلى من قبة الصخرة. والآن هنالك مباني جديدة لم يفصح عنها الصهاينة، ولعل الأيام القادمة أن تظهر، هنالك أبنية جديدة الآن يبنيها الصهاينة في محيط حارة المغاربة التي بقيت خالية منذ أن هدمها الصهاينة في 3 أيام يوم 11 و12 و13 و6 و67، في اليوم الذي دخلوا فيه إلى حارة المغاربة. الآن هنالك أبنية جديدة تبنى في داخل حارة المغاربة لتوسيع مكان الصلاة بعد أن هدموا القنطرة الإسلامية التي كانت في أقصى شمال حارة المغاربة، هدمت لتوسيع المكان. والآن أيضا يعمل على إزالة وتبة المغاربة أو تلة المغاربة الصغيرة التي كانت باب المغاربة في أعلاها، كل هذه التلة الرملية الآن أيضا تزال لتوسيع مكان تلاوة صلواتهم المحرفة. هذه الأماكن حين تزال، هذا التراب لا يؤخذ إلى المزابل، هذا التراب أخي يقوم الصهاينة بغربلته وفرزه عن الحصى ويباع على أنه تراب الأرض المقدسة، تراب المعبد، هكذا يبيعونه بأموال غالية جدا للنصارى واليهود في كل العالم. نعم، لماذا لا تكون هناك آلية قانونية دولية ملزمة ضمن ميثاق الأمم المتحدة تلزم الكيان الصهيوني باحترام المقدسات الدينية كاتفاقية لاهاي مثلا التي أبرمتها اليونسكو عام 54؟ أخي يعني سؤالك مشروع، لكنني أنا في داخلي أنا أقول أن حماية المقدسات وحماية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نتوقعها لا من الأمم المتحدة ولا من اليونسكو. اليونسكو الذي صنف قبة الصخرة كأجمل مبنى تاريخي مأهول على وجه الأرض. المسجد الأقصى أخي ليس فيه حجر واحد يشهد للصهاينة بوجود في هذا المكان، لكن تمالأت الأمم والعالم على أن يسمحوا للصهاينة بما يفعلون. سبحان الله، على وجه الأرض الآن لا يوجد احتلال بغيض إلا الاحتلال الصهيوني، انتهت كل أشكال الاحتلال، لكن العالم سبحان الله وضع هذا الكيان في فلسطين أخي لأهداف يعرفها المثقفون، يعلمون أن هذا الكيان ما زرع في فلسطين إلا لتأخير وحدة هذه الأمة، لأن الأمة إن أرادت أن تتوحد توحد على قضية موحدة ومجمعة، ولا تجد في قضايا الأمة قضية موحدة ومجمعة مثل قضية المسجد الأقصى المبارك. أنا زرت كثير من عواصم الدول العربية، والله إن شعوب الأمة تتوثب. لعلي أفاجئك إذا قلت لك أن عمان العاصمة العربية التي تبعد عن المسجد الأقصى 67 كيلو فقط، يعني أقرب من زوارة ولا سرمان لنا في طرابلس. إذا قلنا أن دمشق تبعد فقط 220 كيلو عن المسجد الأقصى المبارك، وأبعد عاصمة هي نواكشوط 5300 كيلو متر، لكن المحب للمسجد الأقصى أين كان في هذا الكوكب يبعد عن المسجد الأقصى نبضة قلب، بمجرد أن يتذكر المسجد الأقصى هو يكون إن شاء الله محب لهذا المسجد الأقصى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا الصلاة فيه، وأن نكون نحن وإياك والمشاهدين في الذين يعملون لنشر قضيته ولتحريره إن شاء الله. نعم، هو لا يبعد عنا شيئا، هو في قلوبنا. نعم، وتشتاقهم عيني وهو بين أضلعي. لكن لا يكفي أن يكون قلبنا مع المسجد الأقصى. نعم، ينبغي أن يكون أيضا فعلنا مع المسجد الأقصى، أن ننشر قضيته. هناك كثير من الأمة لا يعرف أصلا ما هو المسجد الأقصى، يظن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة. نعم، أو يظن المسجد الأقصى هو المسجد القبلي. هي فرصة أن نعرف أن المسجد الأقصى هو كل ما دار حوله السور، وهو المسجد المبارك المبارك الوحيد على وجه الأرض الذي صنفه رب العالمين المبارك المبارك. لما رب العالمين قال الذي باركنا حوله أصبح المسجد بأمر الله مبارك لما حوله، فهو هو مركز البركة في هذا الكوكب. الصهاينة ما وضعوا أيديهم على هذه الدرة عبثا، ويعلمون أن هذا المكان مبارك. نعم، مبارك ومبارك بأمر الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياك والمشاهدين من بركته، فينال من بركته المحب للمسجد الأقصى والذي يعمل لنشر قضيته ولتحريره إن شاء الله. نعم، ما الذي يقف خلف هذه النفسية الصهيونية التي لا تؤمن إلا بالقتل والقهر والغصب لتحقيق أهدافها؟
أخي الصهاينة الآن مدعومون من كل قوى الأرض، نعم، بحبل من الناس. أما حبل الله فانقطع عنهم، الآن هم مدعومون بحبل من الناس. بقي لنا نحن المسلمين أن نتمسك بحبل الله. حبل الله أقوى من حبل الناس لا شك. الصهاينة يعني يعتمدون على الدعم الأمريكي اللامحدود لأمنهم حتى يبقوا هم موضع القدم الرئيسي في المنطقة، والبعبع الذي يخيف زعماء العرب، والكيان الذي يضمن عدم وحدة هذه الأمة، والكيان المستفيد من كل ما يحدث في داخل الكيان العربي وداخل البلدان العربية. ولا أكون متجنيا إذا قلت أن كل مصائب الأمة خلفها إما صهيوني أو عميل للصهاينة، إن شاء الله لا أكون متجنيا. إذا قلت انظر في كل بلاد الأمة، في كل بلاد الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، تجد أن كل مصائب الأمة خلفها إما صهيوني أو عميل للصهاينة. هم حريصون ألا يرتاح المسلم وألا يرتاح العربي المسلم، لأنه متى مرتاح في بلاده سيبدأ يفكر في تحرير المسجد الأقصى المبارك وفي وحدة هذه الأمة. وحدة الأمة تعني عدم بقاء هذا الكيان الغاصب أبدا، لن يبقى هذا الكيان في حال توحدت الأمة. يعني وحدة الأمة هي يعني المؤشر الحقيقي والرئيسي لإنهاء دولة الكيان الصهيوني ولعودة فلسطين ولتحرير المسجد الأقصى المبارك. نعم. فهم صلاح الدين هذه المعادلة تماما. لذلك عفوا في التاريخ صلاح الدين وحد مصر وتجاوز فلسطين وذهب إلى الشام والعراق قبل أن يهاجم فلسطين أو أن يفكر بتحرير المسجد الأقصى المبارك، رغم أنه عينه كانت على المسجد الأقصى المبارك. ما الرمزية في هذا الأمر؟ الرمزية وحدة الأمة. المسجد الأقصى هو ميزان عزة وكرامة هذه الأمة. لا تكون الأمة موحدة وقوية إلا والأقصى معها، وحين تتفرق الأمة أو تضعف أول ما تفقد أقصاها، تفقد المسجد الأقصى المبارك. ارجع إلى التاريخ، ما تمكن الصليبيون منها إلا حين كانت أمتنا دويلات وإمارات متقاسمة متحاربة فيما بينها. بل إن بعض ملوك هذه الدويلات استعان بالصليبيين على مسلمين وعلى عرب، هذا في تاريخنا أخي. وما زال مثل هؤلاء موجودين الآن يستعينون بغيرهم على شعوبهم. قادة بعض الدول التي تحارب الشعوب الآن يستعينون بأعدائنا على شعوبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل من الممكن أن تعدد لنا الأخطار المحدقة بمسجدنا الأقصى؟ نعم، الأخطار أخي المحدقة بالمسجد الأقصى، إن كنا نتكلم بشكل مباشر، الخطر المباشر الأول هو الكيان الصهيوني. وجود الكيان الصهيوني خطر حقيقي على المسجد الأقصى المبارك، وهم لا يسرون أنهم يفكرون بهدم المسجد الأقصى، بل أن هنالك أكثر من 25 منظمة علنية، أمناء جبل الهيكل، معلمون لأجل الهيكل، معلمات لأجل الهيكل، شباب لأجل الهيكل، كلهم يريدون ويعلنون أن مهمتهم في هذه الحياة هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. هذا الخطر مباشر، لكن هنالك أخطار كثيرة غير مباشرة. نعم. ضعف الأمة خطر على المسجد الأقصى المبارك. انشغال الأمة بقضاياها الداخلية خطر على المسجد الأقصى المبارك. محاربة الأمة للمسلمين الذين يعملون، وتضييق كثير من الدول العربية على المقاومين حتى الفلسطينيين، هذا أيضا من الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك. من الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المخاطر المعرفية. مناهجنا تخلو من شيء يعرف أبناءنا ونشأنا بالمسجد الأقصى المبارك. إعلامنا، هذه القنوات أصلا يبارك لكم في قناتكم، لكن هنالك كثير من القنوات أخي تخلو حتى من خبر عن المسجد الأقصى، خبر يومي. دعونا نخبر العالم ماذا يقول الصهاينة. الصهاينة يقولون لن تستمر دولة الكيان الصهيوني إلا حين نعمل على تفتيت 3 دول رئيسية. ما هي؟ وهي بالترتيب العراق وسوريا ومصر، تمام؟ وإن قوتنا ليست بالسلاح النووي، إن قوتنا تعتمد على تجهيل المسلمين وعلى إبقائهم بعيدين عن وحدتهم وعن دينهم. هذه عناصر قوة الصهاينة. وإلا لو توحدت الأمة وتجاوزت خلافاتها السخيفة لتوحدنا ولتجمعنا قضية كبيرة كقضية المسجد الأقصى المبارك، ما الذي يقف أمام هذه الشعوب؟
هذه شعوب تتوثب والله من نواكشوط إلى 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 كوالالمبور، هذه الأمة كلها تتوثب، لا يمنعها إلا وجود قيادة رشيدة تقود هذه الأمة إلى تحرير أقصاها. نعم، إذن لي بالخروج لفاصل قصير. إذن مشاهدينا فاصل واصل بعده بإذن الله، فحياكم الله. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. أستاذ محمود، البيانات الرسمية الحديثة الصادرة عن وزراء حكومة نتنياهو من أن هذه السنة هي سنة صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وإعلان نتنياهو نفسه أنه انتهى الزمن الذي يمنع من الصلاة في المسجد الأقصى، كيف تقرأ هذا؟ والله يا أخي أنا أقرأه أنه أن هذا الخبر هو قمة العلو الذي سيبلغه بنو إسرائيل في علوهم الثاني، ولعلها تكون مؤشر إن شاء الله إلى بدء وعد الله عز وجل لنا ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الصهاينة أخي لعل المشاهدين راقبوا في شهر رمضان، أخلوا المسجد الأقصى طوال شهر رمضان وطوال فترة العيد ليعودوا ليقتحموه بعد العيد، وليطالبوا أن يخلي المسلمون لهم المسجد كما أخليناه لكم في رمضان. الآن صار دورنا كأننا وهم سواء، من يخلي بيته لمحتل، من يخلي مسجده وقبلته الأولى والمسجد المطهر، هذا من عاقل من الدنيا يقبل أن يخلي كعبته الأولى لمحتل ليغتصبه وليدنسه. الآن هم يطالبوا بكل وقاحة وبكل صلف، بل أنا أستغرب أن المواقف الرسمية العربية والله حتى بيانات الاستنكار والشجب لم نعد نسمعها. يحرقون طفلا فلسطينيا عن الدوابشة، وإحراقه أكبر من إحراق المسجد الأقصى المبارك، وهو أحد سلاسل إحراق المسجد الأقصى المبارك، قلنا الإحراق ما زال مستمرا. يحرقون هذا الطفل، فتأتي وزيرة العدل، تخيل وزيرة يعني المفروض أنها بتفهم، يعني وزيرة عدل كذلك. نعم. وتقول أن الفلسطينيين كالثعابين لا بأس أن نقتلهم صغارا. هذا التفكير الذي يريد أن يفهم ما هو تفكير الصهاينة، هذه عينة من تفكير الصهاينة، هكذا يفكرون أن هذه الأمة عبارة عن ثعابين لا بأس أن نقتلهم صغارا أو نحرقهم صغارا. فأخي يعني سبحان الله، ليعلوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا، نحن لدينا وعد الله. أنا لا أريد في هذه الحلقة أن أوصل شيء من اليأس أو الإحباط للمشاهد، نحن لدينا وعد الله، والمؤمن المصدق يأخذ وعد الله ويؤمن به، ونحن نؤمن به إيماننا أن الله واحد. والله الذي لا إله إلا هو سنسوء وجوههم مهما علوا، والله الذي لا إله إلا هو سندخل المسجد كما دخلوه أول مرة فاتحين محررين إن شاء الله، والله الذي لا إله إلا هو سنتبر ما علوا تتبيرا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم والمشاهدين في ذلك اليوم، وأن يجعلنا وإياكم من جند تحرير المسجد الأقصى المبارك. أسأل الله ذلك. اللهم آمين. أنت ذكرت جملة من الأخطار المحذقة بالمسجد الأقصى، ما هي الجهود المبذولة لمجابهة هذه الأخطار؟ أخي هنالك جهود رسمية وهنالك جهود مؤسسات خيرية ومجتمعية. أولا نبدأ بالجهود الرسمية، مثلا الحكومة الفلسطينية حكومة الأردن، ميز بين السلطة وحكومة الأردن. نعم. حكومة الأردن الحقيقة لها واجب مختلف عن باقي حكومات الأمة لثلاثة أسباب. السبب الأول أن المسجد الأقصى حين احتل كان أوقافا أردنية. نعم. وما زال المسجد الأقصى حتى يومنا هذا مصنف أوقاف أردنية، بدليل أن الأئمة والوعاظ والخطباء ما زالوا يتلقون رواتبهم من وزارة الأوقاف الأردنية وبالدينار الأردني حتى يومنا هذا. نعم. فمسؤولية الأردن والحكومة الأردنية أعظم من أي مسؤولية أخرى،
وإن كان هذا شرفا ينبغي أن يباه به العالم أن المسجد الأقصى أوقافا أردنية، ولكن تقصيرهم في هذا الأمر يجعل هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون شرفا أصبح أمرا سيسألون عنه أمام الله عز وجل. فالأوقاف الأردنية مقصرة تقصيرا كبيرا جدا أخي في حماية المسجد الأقصى وفي تنشيط وتفعيل قضيته في المحافل الدولية وحمايته من الحفر والتهويد. أخي هنالك أكثر من 30 حفرية تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك، هنالك أماكن تحت المسجد الأقصى، والأوقاف تعلم هذا تماما، بل والسلطة الفلسطينية المقصرة تقصيرا يكاد يكون أكثر من تقصير الأوقاف الأردنية كذلك يعلمون هذا الكلام. هنالك أماكن خالية تحت أساسات المسجد الأقصى بعمق 60 مترا، هنالك أماكن خالية بعمق 18 متر وبعمق 22 متر، هنالك أماكن أصبحت الصهاينة بعد أن أخلوا وحفروا هذه الأماكن جعلوا في داخلها كنس يدخلون ويتلون فيها صلواتهم المحرفة. هل يرضي هذا مسلم يحب الله ويحب رسوله ويؤمن أن له حق في أقصاه، ويعلم أن الصهاينة أنشأوا كنسا 6 فضاءات تحت المسجد الأقصى الآن تعتبر كنس يتلو فيها الصهاينة صلواتهم، غير أكثر من 20 كنيس يحيط بالمسجد الأقصى كسوار معصم يخنق المسجد الأقصى في كل يوم، غير المستوطنات التي أصبحت حلقات، مش حلقة واحدة، حلقات تخنق القدس القديمة أو إنجاز التعبير أو القدس المصورة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وتمنع أي تمدد سكاني مستقبلي ليصبح المقدسي إذا أراد أن يبني بيتا يخرج خارج إطار القدس الكبرى. نعم، هذه بالنسبة للجهود الرسمية، الجهود الرسمية المبذولة. طيب جهود المؤسسات، قبل أن أخرج من الجهود الرسمية أستبيحك عذرا أن نعود إليها، فهنالك كما قلنا جهد الأوقاف الأردنية المقصرة وجهد السلطة الفلسطينية المقصرة جدا أو المحلقة حتى. نعم. التي حتى أصبحت محلقة، أقصد من التقصير الشديد. نعم. ولا ليست المحلقة بالعلو، المحلقة جدا التي أصبحت الآن سبحان الله يعني حتى مجرد الشجب والاستنكار لا يفعلونه، بل استنكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطف الصهاينة 3 ولم يستنكر خطف 4 أمس على معبر المصري، ولم يرفع قضايا إحراق أبناء غزة ولا إحراق علي الدوابشة ابن نابلس كذلك، ولا القتل الممنهج الذي يحدث في داخل القدس وداخل الضفة الغربية في كل يوم، لم يستنكروا هذا. وحتى باقي العواصم، عواصم الدول العربية، هي ليست بمنأى عن مسؤوليتها عن المسجد الأقصى المبارك، فجامعة الدول العربية تجتمع ويا ليتها لا تجتمع، ومنظمة المؤتمر الوطني كذلك، كلهم أخي يتمالؤون على أن يجعلوا هذه القضية قضية اجتماعات ومؤتمرات وكلام استنكاري، لكن قضية المسجد الأقصى أنا أقول هي قضية الشعوب، وينبغي أن ننتظر أن تبذل هذه الجهود وأن تقوم بدورها لحث حكوماتها ولحث المسؤولين والسلطات أن تقوم بدورها الحقيقي في حماية المسجد الأقصى المبارك الذي هو قبلة المسلمين الأولى وثاني المسجدين وثالث الحرمين إن جاز التعبير. طيب إذن ما هو المطلوب من جهود لمجابهة هذه الأخطر؟ أنا أقول أن طبعا هذه الجهود المبذولة، الجهود المبذولة ما زالت ضعيفة حتى في حفظ التراث. على الأقل إن كانوا لا يريدون أن يجيشوا الجيوش وأن يحركوا المجاهدين لتحرير المسجد الأقصى، على الأقل ليخاطبوا المؤسسات والمنظمات الدولية لحماية المسجد الأقصى على اعتبار أنه إرث إنساني، إرث حضاري. هذا كله غير موجود أخي. نعم، هذا كله غير موجود. أنت قبل شوي سألتني على اليونسكو، أخي لا توجد أي جهود إطلاقا في حماية الآثار الأموية اللي بجوار المسجد الأقصى على اعتبارها آثارا إسلامية. لو كانت هذه الآثار للشيعة عفوا، يعني أثير أمرا ولا أقصد به الطائفية، لو كانت حسينية دمرت أو فجرت لتحرك العالم الغربي كله واعتبر هذا إرث إنساني. أما قصور بني أمية وأما المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة التي أصبح الحفريات الآن تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك، هنالك أمر خطير أخي. المسجد الأقصى الذي لا يعرف طريقة بناء المسجد الأقصى، المسجد القبلي من جهة الجنوب كله محمول على عمودين، كل المسجد القبلي من الجهة الجنوبية محمول على عمودين موجودات في الأقصى القديم. هذول العمودين لو وصل إليهما
كما وصل مايكل دينيس روهان وحرق المسجد الأقصى، لو وصل صهيوني وفجر هذين العمودين يسقط المسجد الأقصى المبارك. نعم، وهذا أمر ليس خافيا على أحد يعني. نعم، ما الذي يجب على المسلم تجاه كعبته المحتلة؟ الواجبات كثيرة. أنا دعني في هذه الحلقة أن أذكر جهد المقل. نعم. أو أضعف الإيمان الذي لا يقبل من المسلم أقل منهم ويستطيعه النساء في البيوت. أول واجب نحو المسجد الأقصى أن يعرف المسلم قضيته وأن يعرف بها، أن يحرص أن يعرف ما هو المسجد الأقصى، ما هي قضية المسجد الأقصى، ماذا لي أنا كمسلم من حق في المسجد الأقصى المبارك، وهل حقي فيه يختلف عن الفلسطيني أم أنا كمسلم سنغالي في أقصى الغرب، أو مسلم إندونيسي في أقصى الشرق، هل لي مثل حق الفلسطيني؟ نعم لك مثل حق الفلسطيني في داخل المسجد الأقصى المبارك. وأن يعرف بالمسجد الأقصى المبارك وأن يعتبر هذه القضية قضيته الأولى. نعم، لأنها قضية المسلمين، ولدينا وعد من الله بدخوله إن شاء الله. نعم، ومن واجبنا أيضا أخي الحبيب أن نحدث أنفسنا وأن ندعو الله أن نكون في جيش تحريره، أن نحدث أن نربي أنفسنا وأبناءنا على حب الجهاد لأجل المسجد الأقصى المبارك، وأن ندفع من أموالنا دعما لأولئك الذين يرابطون في داخل المسجد الأقصى المبارك يقدمون أرواحهم ودماءهم، فهل أرواحهم ودماءهم أغلى من أموالنا؟ حملة التبرع لكفالة المرابطين، من هي الجهة القائمة على هذه الحملة؟ الحقيقة الجهة التي فعلت قضية كفالة المرابطين في داخل ليبيا هي منظمة أميال من الابتسامات للأعمال الخيرية، وهي منظمة ليبية مسجلة تحت رقم 1566 في وزارة الثقافة والمجتمع المدني الليبية. أما الجهة التي تقوم على هذا الجهد الضخم فهي منظمة علماء الأمة، ومنظمة علماء الأمة أعلنت أنها ستقوم بكفالة 1000 مرابط، وهذا جهد ضخم ليس جهدا بسيطا. أسأل الله أن يعينهم على ذلك وأن يجعل لنا في ليبيا حظا من هذه الكفالات. أنا أستفيد من هذا في هذه الحلقة أن أدعو أهلنا الليبيين أو إخواننا المشاهدين إن كان في أي مكان آخر أن يكون له قدم السبق، وأن يقدم من ماله، وأن يحرص أن يكفل مرابطا إن كان قادرا على ذلك. كفالة المرابط ما بتتجاوز 1000 إلى 1200 دولار شهريا، متضمنة تنقل وبقاء المرابط في داخل المسجد الأقصى المبارك يوما كاملا، ويمكن للكافل أن يتعرف، ممكن نربطه بالمرابط فيكلمه ويعيش معه دقائق في داخل المسجد الأقصى المبارك. نعم، الوقت ضيق، آلية التبرع كيف؟ آلية التبرع ممكن أن يتواصل مع أي مؤسسة من المؤسسات التي تحرص على هذا. نحن في طرابلس منظمة أميال المجتمعات في سوق الجمعة منطقة السوالم نستقبل هذه التبرعات، وكذلك هنالك مؤسسات أخرى في خارج ليبيا. نعم، يمكن أن يدخل على الإنترنت، وهيئة علماء فلسطين في الخارج أيضا التي أنا عضو فيها هي الآن تقوم بهذا أيضا في تركيا وفي الخليج وفي أكثر من مكان. أشكرك أستاذ محمود على ما تفضلت به، والشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حوارات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.